عدوان وحشي على مدينة غزة الفلسطينية. طبعا هذا العدوان كما نشاهد وكأنه متزامن مع العدوان على الشمال السوري، كل الأمور هذه مترابطة ببعضها البعض. فلذلك عندما يلفتون الأنظار إلى فلسطين يستغلون هذا الوضع ويقومون بالاعتداء على الشمال السوري من ناحية الاحتلال التركي، الذي هو بدوره قام بتناقض سياسي بائن، وكل الدول نقضت هذا التباين عندما يستنكر ويشجب العدوان على فلسطين وضرب البنى التحتية والخسائر في الممتلكات وفي الأرواح لدى الشعب الفلسطيني وفي غزة، وبنفس الوقت هو يضرب الشمال السوري ويضرب البنى التحتية ويدمر البنى التحتية ويقوم بالهجوم على الشعب السوري في الشمال السوري. أن هناك هجوم وحشي على مستشفى المعمداني في فلسطين أدى ذلك إلى وقوع الكثير من الضحايا. كذلك الأمر في الشمال السوري أيضا يتم استهداف البنى التحتية، المستشفيات، جميع النقاط، المياه، الكهرباء، لضرب كل مظاهر الحياة في المنطقة. فهناك تشابه كبير بين الشمال السوري وفلسطين عبر الأشجار. وكما تعلمين أيضا أن هناك مقاومة للمرأة الفلسطينية. المرأة الفلسطينية هي قدوة لكل النساء، المرأة الكردية أيضا، المرأة العربية التي قاومت الاحتلال على مر العصور. لذلك المرأة الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وهي تقاوم، وهي مثال المرأة الجبارة التي تقوم بكل إرادتها ودفع أبنائها إلى الشهادة لنيل الحرية ونيل الاستقلال. كذلك المرأة السورية والمرأة الكردية، المرأة العربية، المرأة بكل مكوناتها في سوريا هي أيضا مثال للمقاومة والصمود والتصدي لكل التهديدات التي تمارس على الشعب السوري. ندعو جميع نساء العالم، ليس فقط المرأة السورية، ندعو جميع نساء العالم للوقوف إلى جانب المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وأيضا الشعب السوري، لأن هذان الشعبان اللذين يعانيان الأمرين من الاحتلالات التي نعاني منها الآن. ولكن يصيبني أحيانا خيبة أمل من خلال المؤتمرات والاتفاقيات التي لم يطبق منها أي شيء، عندما تخرج إحدى الدول العظمى وتقوم بحق الفيتو لعدم تطبيق أي قرار ينصف هذه الشعوب. هذا كان كله تحت مطامع استعمارية، هو استهداف الشخصيات المدنية والشيوخ والأطفال. هذا الاستهداف الذي استهدف المواطنين والقضاء على أسر كاملة وإبادة بشرية حقيقية بكل معنى الكلمة. ندين ونستنكر هذا الاعتداء كوننا نطالب حقوق الإنسان بعدم العمل على هذا الإرهاب من جهة. طبعا نحن نطالب النساء كون إحنا قلبا وقالبا مع النساء جميعا في جميع العالم، ونطالب نساء غزة أن يقفوا في وجه المستعمر لتحرير أرضه. طبعا نحن كنساء في شمال شرق سوريا نحن نقف مع جميع نساء العالم ضد هذا العنف والاستبداد الذي يجري على المرأة بشكل عام. احتلال يعني بدها هي الأراضي تكون تبع لها، يعني هي قضيتهم من زمان، وانتو هي فلسطين من أول إسرائيل محتلتها يعني، فهي بدها أنه تظل لها يعني. أنا برأيي أنه الدول بموافقة الدول الشيء اللي صار بمدينة غزة، لأنه بما أنه بي صمت دولي فمعناته هم أخذوا من الضوء الأخضر من جميع الدول يعني. تنتصر هذه القضية لازم التحرك من جميع الدول، منظمات الحقوق الإنسانية، جميع الدول لازم تقوم بهالشيء، لأنه الشيء اللي عم بيصير بمدينة غزة شيء لا أخلاقي يعني. اللي عم بيصير من وراء الأطياف والأديان ما حد عم بيروح ضحيتها غير المدنيين، وأغلبهم من النساء، من المسنين، من الأطفال. فلا إلى متى يعني؟ فنحن كنساء شمال شرق سوريا وبالأخص نساء مدينة الرقة نتضامن مع نسائنا في مدينة غزة ونقف بجانبهم. احنا كنساء مدينة رقة عانينا الكثير من العنف، من
يعني فينا أقول من جميع أنواع العنف عانينا منها. فنهج الأمة الديمقراطية وبالأحرى فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان خلت النساء تأخذ دورها بشكل جيد، لأنه أوجه كلمتي لنساء مدينة غزة أنه كمان يكونوا صامدين، يكونوا على يكون إرادتهم قوية، يكونوا يدا بيد يتكاتفوا ضد أي عدو ضد أي عنف بإرادتنا القوية، أنه رح ننتصر نحن كنساء شمال شرق سوريا، وعاملين أنه نساء مدينة غزة وجميع نساء العالم ينتصر. منظمات اللي تساعد الأطفال الأبرياء بغزة اللي يعانون من الحرب والحالات النفسية واللي يتيتمون لا أمهات ولا أهل، والصفحة يعني صفهم يعني متشردين، يعني لا لهم أهل لا لهم شيء، يعني وين المنظمات اللي لازم تساعد هذول الأطفال اللي انخربت حياتهم ودمرهم دمار يعني بسبب هاي الحروب القاسية. يعني استهداف الأطفال غزة هم دا يتعمدون قصدا يعني لمحي أجيال مستقبل في أطفال غزة. استهدفوا مدارس المناطق اللي أكثر شيء عن بها الأطفال، يعني فمدارس مباني روضات المستهدفة كانت هي هوية الطفل، وقصدا متعمدين لاغتلاء هوية الأطفال الفلسطيني. فلازم المنظمات تساعد انتهاكات الأطفال ويقوموا بدورهم إنه يساعدوا الأطفال بأي وسيلة للتخلص من هذا العنف. إحنا كمكتب حماية الطفل نتمنى إنه المنظمات تساعد، وإحنا نستنكر إنه المنظمات اللي ما قاعدة تساعد ومساعدة الأطفال كالمريضين ولا المصابين ولا الحالات النفسية واللي فقدوا أهاليتهم، فإحنا نتمنى أنه المنظمات تساعد الأطفال المنتهكين والمتعرضين للحرب وحالات الحرب. نحن نضامن مع أهل غزة وقلوبنا معاهم، ولأنه مر علينا هالحرب وهالدمار وهالشي، والله ينصرهم، ندعي لهم بالخير والسلامة يا رب. نحن معاهم قلبا وقالبا لحتى ينتصرون إن شاء الله بإذن الله. هالاستهدافات صارت لا إنسانية لا أخلاقية، يعني هالأطفال اللي راحت هالنساء إيش ذنبها؟ الله ينصرهم ويقويهم يا رب، ونحن معاهم قلبا وقالبا. استنكر هالحروب وهالهاي، والرب العالمين قادر على كل شيء.